استمرت فعاليات مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة لليوم الثاني على التوالي في أكثر من موقع بمدينة دمنهور والسادس بمحافظة البحيرة. وفرت المبادرة كميات كبيرة من اللحوم بتخفيضات عالية لتناسب الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث جاءت اللحوم بأسعار 185 جنيها للكيلو من المحافظات التي تستهدفها الحملة من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. ضيق كبير خالص عندنا من المواطنين، ودي اليوم التالي على التوالي في مركز دمنهور هنا، مركز مدينة دمنهور. وعندنا طبعا عربيات متنقله في جميع القرى والميادين، فهمتني، على مستوى محافظه البحيره. يعتبر اليوم السادس النهارده بالنسبه لتوزيع اللحوم في محافظه البحيره، تاني في مدينه دمنهور. جوده اللحمه كويسه والناس كلها بتشكر فيها، عشان كده جت تشتري النهارده، والاقبال عليها شديد والناس طالعه من الصلاه، وقربنا نخلص الكميه الموجوده. بسم الله ما شاء الله، الاقبال محترم جدا لدرجه ان الناس اللي اخذت واخد الثاني، وده يدل ان جوده اللحمه ممتازه جدا، لحمه بلدي بنسبه 100%، مقابل ان السعر مناسب جدا 185 جنيه، وده بسم الله ما شاء الله خلى الاقبال كويس جدا.